برداء وطنه التقليدي يسير على كتفه طموضع سلاحه، هنا حيث كانت بداية مسيرته الشابة. يخلع الرداء عن سلاحه، الجيتار الكهربائي الذي لا يفارقه وهلة، يتحضر ليأتي بعدها رفيقه الذي سيشاطره المهمة، سيغنيان للسلام، لمناهضة الحروب، وسيحاربان الإرهاب والتطرف والإدمان والجريمة وكل آفات المجتمع المستعصية بما أوتيا من طاقة وإبداع. طبعا هذا المكان كان بالنسبة لنا مثل بيت الموسيقى يعني، وكانت انطلاقتنا الفنية منه. دائما نتكلم ونكتب أغاني ضد الجرائم والتطرف والحرب، يعني كلنا نكتب عن الأمن والأمان وعن التعايش مع الغير بغض النظر عن الدين أو اللون أو الشكل. أحاول من قدر استطاعتي أني أرشد الناس عن طريق أنغامنا وعن طريق الموسيقى والكلمات من هالكلام. روك إماراتي بمضمون توعوي واعظ، إرشاد مجتمعي إماراتي شاب غير مألوف، استعاض فيه الشابان بالجيتار والطبل عن السيوف. البافوري بجيتاره وأغانيه والحوسني بطبله والإيقاع اجتمعا ليشكلا فرقة الروك الإماراتية التي لا تغني الروك فحسب، بل ولتسهم في تشكيل الوعي لدى أقرانهم الشباب تجاه أخطار كبيرة تتربص بهم ومن حولهم. نتحدث عن الإرهاب والتطرف والإدمان وكل ما يضع مجتمعات الإنسانية كافة تحت أقصى درجات الخطورة على الإطلاق. من أبوظبي لليوم على الحرة، ربيع أبو حسن.